قوي ان يتم اهتمام بذوي الهمم على مستوى الجامعه كلها والجامعات كلها، لان يعني واحنا عددنا بيزيد ما شاء الله والنسبه بتزيد في الشارع في الجامعه في الشغل في المدرسه، فان يتم الاهتمام بالمتطلبات والاحتياجات والمواهب، ان كل واحد يبقى مطمن ان هو هيظهر موهبته وهيتم تقديرها وان هو هيلاقي حاجه وهيلاقي ناس يدعموه ويشجعوه ويهتموا بمواهبه. المركز بيقدم حاجه جميله وانا مبسوط ان انا جيت هنا. انا ما كنتش الاول طبعا كنت بحتاج حد يهتم بالمواهب اللي عندي وكنت عايز اخد كورسات تمام، وبعدين بقى لما جيت هنا بقى لقيت بقى اللي بيهتم بالمواهب فعلا. وانا مؤلف اغاني وبقول شعر وانا مبسوط ان في عربيه جت هنا، كنت عايز اعمل اسناني طبعا حاجه فكره جميله. من الهوايات اللي انا خطاها يعني كانت هوايات التاليف والتقديم والتمثيل الاذاعي، الحياه دي حاجات كتيره بحبها جدا يعني، وعندي برضو مهاره الحمد لله الهندسه الصوتيه كويس جدا فيها، بس الحقيقه ما جربتش ان انا مثلا اخش مسابقات عشان اخد شهادات فيها او كده. انا كان الحوار كله كان يعني اجتهاد شخصي، ما حاولتش ان انا اخش مسابقات او كده، او تقريبا ما جاتليش الفرصه يعني. يمكن جات لي الفرصه مثلا في التقديم مع مركز خدمات ودعم ذوي الاعاقه هنا، هو ده بس اللي خطه يعني. اما بقيه الحاجات كان شغل شخصي ليا يعني، مثلا تاليف كنت بالف قصائد ليا، بلقي قصائد ليا، بالف مسلسلات اذاعيه ليا قناه على اليوتيوب وهكذا يعني. احنا عندنا كذا جهاز بيفيدهم، ودي التقنيات الحديثه زي بريل 1 عباره عن سطر الكتروني دوت الشكل الحديث للمكتبه اللي كانوا بيكتبوا بيها طريقه برايل. دي بتبقى عباره عن 20 خليه بنظام بيركنز اللي بيكتبوا بيها البرايل، يقدروا يشوفوا اي ملفات عندهم على الكمبيوتر على الخليه العشرين خليه دول يتصفحوها بايديهم، وفي نفس الوقت برضو يقدروا يكتبوها ويحفظوها بصيغه تكست جوه الجهاز. انا فرحانه جدا المبادره اللي هم عملوها دي، بتعرفنا قوانين ذوي الاحتياجات الخاصه في العمل وقوانين بتاعه التنمر وبالقوانين بتاعه العربيات والكلام ده كله. في اجهزه هنا في المركز حلوة جدا لذوي الإعاقة البصرية. أنا بالنسبة لي أنا إعاقة بصرية جزئي، فأنا بالنسبة لي أعرف الجهاز اللي عندهم بيكبر وكل الكلام ده كويس جدا، وأنا بجيب كتب وبقعد هنا أذاكر هنا. هي دور طب أسنان مش بيقتصر بس على علاج المرضى، لكن كمان إحنا اهتمامنا منصب على الطبيب. احنا عندنا عملنا ندوة لتأهيل الأطباء للتعامل مع ذوي الهمم. احنا أطباءنا مؤهلين من الناحية العلمية والعملية، لكن أنا عايزة الطبيب يعرف يتعامل إزاي مع ذوي الهمم. والحقيقة عندنا اتفاق كمان مع دكتورة جان منياوي مدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة إن احنا نعمل دورات تدريبية لأطباء الامتياز لتعلم لغة الإشارة للتعامل مع أولادنا من ذوي الإعاقة السمعية.